درجين هضم من هنا للستة انتم ما تقروا. يلا واضح كمل نكملوا في اكتو دوسي. في معهد في المحمدية 2 يرفض تلميذ بسبب رسالة رومانسية للأستاذ. للناس اللي تفرجوا فينا في اللايف ستريمينج ولا يوتيوب والرفض لمدة 10 ايام. شو رسالة رسالة رومانسية نحبك قالها يا لا يقصد هو معنى رومانسية يعني كأستاذ ولا كحبيبته تلميذة لا يحبها معناتها يحبها نتاع حب أستاذ معرسة ولا مش معرسة صحيح أستاذ شنو شنو بليل شنو الفرق بين معرسة ومش معرسة؟ رابع اقتصاد روباك معناها يعني شنو الفرق بين معرسة ومش معرسة؟ لا إذا هي إذا هي مش معرسة يبقى حب الأستاذ ينجم يكون قريب من العمر. لحظة استنى 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 لحظة لحظة هذه لازم يقولوا زوفيان لحظة لا ما يلزمش راهو نبداو ننظروا برشا حاجات. لا ماكش فاهمني ماكش فاهم ما فهمتنيش مش فلوجة ما فهمتنيش هو يقرا في الباك ولا نجم استاذته مثلا عمره 25 سنة أعجب بها تضرب معناها يرفض 10 ايام باش يتعلم ما عادش يعجب استاذه يتلاه يقرا لا ما نبدلوش راهو لا فهمتنيش انت ماكش فاهمني مش معناها يشجع فيه اي ما تعطيش راي مخالف راهو اي فوالا غلطة اما كان جاي مثلا يقولوا له لا راهو ما يجيش راهي ولا استاذه تقول توقف عند حد وتقول له لا وكذا وكذا انا عندي تحفظ انا عندي تحفظ أنا ضد 10 أيام أنا الكلمة اللي سبب إرسالي رسالة رومانسية معناها ما حكيناش على عنف هنا وضرب بك معناها الكلمة في حد ذاتها كأن جريمة كأن جريمة معناها سامحني خويا ولي أنت أستاذ قري إيش أحكي معاه إيش أحكي معاه فسر له لحظة أنت أستاذ قري نقلبوا الحكاية أنت أستاذ قري نقلبوا تصوروا فتاة بعثت لك رسالة يرجع لها هات نمرك لا لا طردها لا ما طردهاش ما تفهمها تعايز لها وتقعدها تفهمها جوز سمحني لحظة راهو انت في إطار معين راهو كذا راهو الحاجة اللي قلقتني لهنا انهم حطوا الاسم نتاع التلميذ علاش التشهير علاش يفضحوا فيه معناها دارت برشا ديجا تصويره في وسائل التواصل الاجتماعي انا هاو ما علاش كي نقلبوا ونوليو ونحكيو عكس هاو عندنا أساتذة رجال عرسوا بتلامذة مكره صحيح عرسوا بتلامذة يحبوهم سبحان الله ولا تلميذ عرس اي ولا تلميذ عرسوا استاذ علاش موجود لا موجود ايش اخويا راك سيد التلميذ شنو تقصد الا اذا كان معرس هذا يبدا في باله معرس ولا نوعيه الرساله اذا كان كلام هذا كلام خايب اذا كان فيها كلام رومانسي وكذا مثلا عادي ايش اخويا عايش ولدي راه هكا هكا ما يجيش هو انا نعتقد اذا تلميذ وبعث رساله للاستاذ وهو في الباك سيك يحبها تعاونه في القرايه معناتها صحيح نعتقد تخديم مخ من تلميذ تونسي ضرب 10 ايام هيك هيك هل تعتقد العكس؟ معانو بالاحمر مفسخينه بالاحمر لا لا هذاك احنا مفسخينه قولوا برا 10 ايام اسمع عبد الحليم 10 ايام والله ليه بالحق انا كيما قال سفيان انا عجبني وليد هذه المثال الجيد الاستاذ الجيد الله يفضلك فهمني انه تحكي مع التلميذ في الاخر ما هو الا تلميذ مراهق المراهقه ما لهاش سيسو واذا وليد وانت استاذ التلميذ يبعث التلميذه في وسط قسمك شنو تعمل؟ هاني قلت لك انت ونوعيه نوعيه الرساله انت نوعيه كذا كان فيها خدش الحياه وفيها كذا وكذا يتحرك لا تناديه ولا ما تناديهمش؟ ناديه ناديهم الزوز ناديه من الزوز مال شنو؟ معادش كلاس ولا والله يمكن وليد انطلاقا من الحصه نتاعه معناها نوعيه يعبروا على مشاعر معناها استاذ المسرح في المسرح استاذ المات ما تحبش ولا استاذ المات ما يحبش ولا استاذ لا مش في نفس اعتقادي مش في نفس منشط ركز فيه نعرف ايش تقول لحد الان معناها قبل الستة بدرج وصلنا 22 صوت يقولوا انه سفيان يكمل وسبع صوت نوفل ترجع في الكومنتات اكو من نورس نشط والله والله يلا صوتوا لنا في اليوتيوب مازالوا دونك سبعة فقط يقولوا نوفل يرجع 22 يحبوا سفيان ومش الاغلبيه دي ما تعرف الاغلبيه ساعات تهزك الحيط تهزك الهاويه انا مع الاغلبيه طبعا ونحترم اراء الناس يا بلال يا بلال راك ماكش خير من الناس ويا بلال راهو لسانك اذا مش باش ندخلوا في عيد باش دخلنا هو هنكملوا في الخبر الثاني في منوبه بنيه في العشرين من عمرها كانت راكبه في نقل جماعي كان من بين الركاب اللي موجودين في النقل عون امن فاق اللي في رقبتها سلسله ماهيش سلسله عاديه لكنها سلسله مربوطه في رقبتها عباره كانت مسلسله هزها للمركز وباش يتم اكتشاف انها عقوبه بما انها خرجت من مع اصحابها من غير ما تشاور خوها دونك خوها سلسلها في الدار وهي تمكنت من انها تهرب لطف يا ربي يا عجبك شي تا سيدي اللطف يا ربي ديجا ما حبتش تعطي كي عملوا شكية ما حبتش تعطي اقوالها كانت خايفه
بطبيعة الحال خايفة. خايفة خاطر تعرف تتذكر وقت حكينا على حماية الزوجة قلنا تمشي تشكي برجلها بعد تروح البيت حذاها في الدار ما بيعطيها ريحة أخرى معناتها نفس الشيء ما تحبش تقتلها مش حتى ما تحبش تشكي بخوها لأنها باش تروح بعد للدار مع أخوها السؤال يطرح نفسه ديجا هو توا معناها في إيقاف السؤال يطرح نفسه وهو في إيقاف لحظة وهو في إيقاف هي في ورطة وقفت خوها معناتها إشكالية كبيرة هنا ثم قانون زادة ثم قانون زادة ثم شنو تسلسل أختك بسلسلة كأنه واحد عجبك هو مهوينهم البول أب والأم خلينا نقول مثلا واحد منهم غايب فما فما معنيش تصريح ولا حاجة لا معنيش تصريح رجولية اخترك شنو تكتفها برقبتها شنو شنو العبيد الخيرة فما عبيد راهي مازال تخزر المرأة مشكلة وراهو في العقرة فما برشا عبيد عقليتهم تخلف مش بسلسلة كمي هنا درجة الإنسانية هنا إنسان ولا مش إنسان هذا أيوة. عايش في عصر الحجر لك عرفت الحجر يا ولدي الدنيا الدنيا عندك شي فكره قداش عمره اخوها هذه اللي ما عندك هي في العشرين من عمرها ما هو ما عندك ما عطيتش رايك سفيان راك اعطينا رايك في الموضوع عبر بالليش مش تعبر بلا بالله واحد مسلسل اخته من كرومتها فهمتني ولا لا مناشط ساعات الغرب ما زلت جديد في التنشيط انا كان يتنرفز ما ما معناها واحد مسلسل اخته من كرومتها فهمتني صحيح نقبل لحظة مسلسلها وربطها رو في الدار ربطها معناها معناها ربطها مسلسلها هربت ربطها هي هي هربت معناها هي نحات سلسلة وهربت هذا هذا ان شاء الله يكون كما قلت انت يا نورس ان شاء الله يكون القول القبض عليه يلزم يتحسبوا زاد ويلزم زاد يتبعوا الحكايه خاطر الطفله سادي بونس كيفاش عايشه زاد في عائلتها ودنيتها اذا كان بوها وامها في بالها بالشيء هذا ويعمل التزام زاد ما يتعرضش لاخته يلزم زاد يعمل التزام انه ما يتعرضش لاخته خاطر ينجم يروح يا ما عملوها الالتزامات وصارت جرائم في النساء هذيك الزمرة ما ياخذ خاطره برا تعب باش تروح الناس الدياره وبرا المركز معناتها كي يعمل التزام يزيد يعطيها تريح اقوى وعمل التزام على خاطر يضرب وراه عنه الاشكال راهو الاشكال انه ما عندناش امكانيات ماديه كبيره ما عندناش فضائيات يسكنوا فيهم العائلات اللي عندهم مشكلات وكذا فما فقر ما عندناش امكانيات ما عندناش امكانيات وانا نعتقد انه زاد يستدعوا بوها وامهم اذا كانوا موجودين حيين معناتها يستدعوهم ويفهموا شنو هي الحكايه هذه ايش معناتها تقلها اكيد لازم بوها وامها يكونوا حد ولي امرها الله اعلم بوها وامها موجودين حيين مش حيين بوها معناتها ولي امرها لازم يكون موجود باش يفهموا شنو هي الحكايه وكيفاش الطفل مسيب بالطريقه هذه يربط في العبد بسلاسل الله يهدي الجميع ماشي سفين نكملوا باخر اخبار يلا في صح في صح باش نخرجوا تلميذ قاعد يروش المخدرات زطلة واكستازي في المؤسسه التربويه والجامعيه في الحمامات تلقى عنده 45 كعبه اكستازي وزوز قطاع زطلة اعترف انه قاعد يتزود بالمواد هذه من عند طالب اخر في سوسه ادمان المخدرات وكل جست حبيت نعطيكم الرقم حسب دراسة قامت بها وزارة التربية في أفريل 2019 أنه نسبة تعاطي المخدرات بالوسط المدرسي وصلت 9.2% منهم 1.7% وصلوا لمرحلة الإدمان دراسة اللي شملت عينة متكونة من 12500 معناتها التلميذ على 10 يستهلك دراسة شملت عينة لحظة بركة متكونة من 12500 تلميذ في 188 مؤسسة تربوية 77% من اللي يستهلكوا في المخدرات أعمارهم بين 16 و 18 سنة ايه عمر